كده القصه كانت كده انا ما بخافش اتحرق عشان يطلع بكا والناس كلها متفككة، ناس معاها ومتنكة، أمور البلد مش في السكة، فلوس كتير راحت في السرقة، رئيس عميله مفيش دليل، ودي نتيجة التحليل. حلم جميل بس طريقه لسه طويل، بعد الثورة كل كبير ودروس تعلمنا كتير، مفيش تنفيذ صحيح على الحرب مفيش تكسيس، والأعداءنا مفيش تعريف، يا معلم نعيش في سلام، أعداءنا ردوا بدمنا ملونا الباص في الكلام، العربي في كل مكان متهان، عدم صدام زي الخرفان، احكي لك قصة كان يا مكان، في واحد عايش من زمان، كانت ايده في ايد اخواته، وفي وقت الحرب اعدائهم ماتوا، في يوم من الايام اتفرقوا عشان المادة، خانوا العهد اعدائهم عدوا، احتلوا مغزة، خدوهم واحد ورا التاني، قوانين دولية محتاجة لمحامي، فكر تاني في الاحداث، العالم ده محتاج لفتو، معاكم راجل واخدها بقوة، كلامي وصارح فيه الامي، انا شايف الوضع كده قدامي، الاقوى هو الاعلى، الحلم العربي دايما اغلى، حالنا الدهور لازم نعلم، بقيادتنا العالم احلى، لازم احنا نعدي المحنة، نرجع تاني اعظم امة، والتعبان نكسر سمه، كلام في سلام اعلام كذاب، احنا دخلنا في السرداب، طفل اتدلع سبته وخام، كبرها وعاش في عذاب وذئاب، ما اشوف لحمه كانه كباب، قلبك غاب قانون غلاب، بقينا احزاب واتحكموا فينا كلاب من بره، عاشت مصر دايما حره، البلد مش في السكه، فلوس كتير راحت، انا ما بخافش من حد، رئيس عميله ومفيش دليل، ودي نتيجه بقول اللي انا عايزه وقت ما بحبه، ياما حاولنا نعيش في سلام، فرحت عدانا ورحت دمنا ملونا الام، نطلع بك وسط الكلام، العرب والناس كلها متلككة، عدم صدام زي الخرفان، فبراحتي كده القصة كان يا مطلع بك، في واحد عايش من زمان، كانت ايده في ايد اخواته، وفي وقت الحرب عدائهم ماتوا، والناس كلها متلككة، وفي يوم من الايام اتفرقوا عشان المادة، خانوا العهد عدائهم عدوا، احتلوا غزة، خدوهم واحد ورا التاني، قوانين دولية محتاجة لمحامي، فكر تاني في الاحداث.